اهلا خويا، مرحبا بك. السلام عليكم يا اخ عبد القادر. الاخ مخري لم يكن يعرفني، وانا كنت في الحركات الاسلاميه ولكنني كنت في الظل، لا احب الشمس لاني عندي ما يسمى بلابو سونسيبل، يعني كنت في الظل ولكن جئت لاتكلم عن نفسي اليوم. تفضل تفضل، عرفنا بنفسك. لا لا لا، أنا هو اسمي الحقيقي هو أبو كمال الكوفي، جار البغدادي الفسيفسائي، لأني جدي الفسيفسائي هو الحقيقة من أدخل الفيسبوك إلى في مجال الإعلام يعني. تفضل تفضل احكي لنا. في الحقيقة يا شيخ، أنا حزبي يعني حزب متطرف. أنا شيخ، أنا ماني شيخ، أنا شيخ. حزب، أنا في حزب متطرف سميناه ببركة الله حزب متطرف العنق، يعني حمع. حمع يعني حركة حمع، هي حركة متطرفة تنادي إلى تغيير المجتمع الذي آل إلى مجتمع مريض. مريض يا شيخ. الأخ كريم، المجتمع الجزائري مريض، يعني تخرج إلى الشارع، الشباب يعاني من البطالة، يعاني من البطالة، والشاب البطال ماذا يفعل؟ يدور يدور يدور، وبعد ما يدور ماذا يفعل؟ يمارس والعياذ بالله ما يسمى بالتكحال، يعني اسمح لي على العبارة يا شيخ، اسمح لي اسمحوا لي على العبارة، يعني الأخ المسلم يكحل لأختي المسلمة. وفي هذا المجال الأخت المسلمة مسكينة تعاني من العنوسة، فماذا تفعل؟ فهي كذلك تكحل للأخ المسلم. يعني كما تعرف يا شيخ، كثرة التكحال يأتي بالكحول، يعني يصير الرجل خابطا والامرأة خابطة، وهذا ما يأتي بما لا تحمد عقباه. يعني الأخ الكريم، الأخ الكريم، انت متطرف تايا، انت الحزب تاعك راك تضلي مصباح، تضلي على التكحال، الكحول، النساء، فهمني، اعطيني برنامج يا اخي الكريم، اقتصاد، سياسة، يعني تربية، يعني فيها يا اخي والله العظيم مجتمعنا نعاني من التبعية للمحروقات كما تعرف يا شيخ. وانا يعني سمعنا راك تدخل في الدين في السياسه، اتونسيون. لا لا، يعني فكرت يعني باش نخرجوا من التبعيه، باش نخرجوا، يجب ان نشجع الانتاج الوطني من الكحول. الكحول وليس الكحول، يعني الكحول، وذلك اذا شجعنا الكحول ننتج الكحول، فالمراه تكحل في بيتها، تكحل في بيتها وليس في الأماكن العمومية والأعراس والمراحيض العمومية. هذا هو يا أخي الكريم، أهضر لي على الميادين الأخرى. ما هضرت ليش، ما سكسيتنيش السؤال اللي سكسيته للسي مقرف في بداية الحصة. واش هو؟ على عمل المرأة. عمل المرأة؟ أخدم؟ قولي على المرأة. نحن يا شيخ مع عمل المرأة، يجب على المرأة أن تعمل إذا أرادت أن تعمل، ولكن يجب أن نعطيها الوسائل اللازمة للعمل، أن نعطيها وسائل، يجب أن نمنحها الباليهات والفروطوارات من النوع الرفيع، وليس تلك الفروطوارات التي تجبد الماء من هنا ويذهب من هناك. ولكن نعطيها بعض وسائل الترفيه مثل آلة الخياطة وآلة الغسيل، ويعني المرأة يجب أن تعمل يعني في البيت. أعطينا كل الأحزاب تتكلم على برنامج الشباب، أعطينا أنت الأخ، أنت تقول لي عندكم مشروع للشباب؟ أنا فكرت وحدي هكذا، يعني الشباب الذي يبيع الزطلة والحشائش، يعني سوف نمنحهم طاولات لبيع حشيش الشربة والسبانخ، يعني يبقوا في ميدان النباتات والطبيعة وكل هذا. أما الشباب الذي يبيع الكاشي، يعني سوف نفتح لهم صيدليات معتمدة لكي يعملوا، يعني يا لطيف يا لطيف. يعني
ماذا يعاني الشباب الجزائري يا أخو صادق مارلي؟ يعاني الشباب اليوم من ماذا؟ من ما يسمى رواج هذه الموسيقى التي نسمعها الاي والواي والعياذ بالله. يعني هذه الموسيقى أنا سوف أقضي عليها يا شيخ. أيوة. يعني نقضي عليها. لقد أخرجت موسيقى جديدة وسميتها حي حي معايا يا شباب. أحي حي أحي حي ماذا تم تحشيم مش تكلم باسم الدين نود خرج هذا خرجوه شيخ هذا 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 حزب هذا شيخ مسكين هذا اللي كحلات له عماته مسكين أخرج علي أخرج أخرج أروح شوف أروح 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 شيخ أروح أروح شوف في رأيك الكحول تخابيته أخرج علي لا إنها إنها المرأة لقد طيبت بعضا من الكسرة وكانت فيها كثير من الخميرة فتخمرت اخرج